الكلمات الرابطة. توجد بعض الكلمات نستخدمها للربط بين شيئين. الكلمة الأولى عندنا or، معناتها أو. Do you like coffee or tea؟ هل تحب القهوة أم الشاي؟ الكلمة الثانية and، و. نستخدمها لربط اسمين، علي and أحمد go to the school، علي وأحمد ذهبوا إلى المدرسة، أو لربط فكرتين متناسقتين. I'm sick and tired، أنا مريض وتعبان. الكلمة الأخرى هي so، تستخدم لربط السبب والنتيجة، معناها لذلك، ويتبعها دائما نتيجة. He is sick so he will stay in bed، هو مريض لذلك هو سوف يبقى في الفراش. الكلمة الأخرى عندنا because، بسبب، تستخدم لربط السبب والنتيجة ودائما يتبعها سبب. I couldn't buy that car، لا أستطيع شراء تلك السيارة، because I didn't have enough money، بسبب أنه أنا ما عندي النقود الكافية.